فهنيئا في نجاح هذا الدوري المتميز، هنيئا لكل الفاعلين والمساهمين في هذه التظاهرة وهذا الحدث الرياضي الدولي، هنيئا لكل الفرق المشاركة على الروح الرياضية، هنيئا لمشاركي على المستوى الوطني فريق شارع البيضاوي المغرب الفاسي معكم ابراهيم المراكشي سابق مع الفاسي الشعور ديالنا الحمد لله هذه الحمد لله السابعه الحمد لله تقدم الشكر ديالي للعيبيه ديالنا تبارك الله اللي كانوا جال كنا خاسرين والحمد لله جبنا فينا 3-2 جود لاك ديال الفرقه النادي البركاني وبرافو الدراري ديالنا صحتنا وراحتنا تبعنا الخطه ديال السي التازي حاج عبد الله التازي تبعنا الخطه ديالو الحمد لله جاب الله التيسير وصلنا لا فينال الدراري لعبوا جال لعبوا مع النادي البركاني لعبوا جال الحمد لله الحمد لله جاب الله التيسير كما قلت لك على كل شيء تنشكر المجموعة ديال الفوتبول الثمانية ديال الناس ديال التظاهرة واللي الحمد لله دائما كدوز في أحسن الظروف يعني بالنجاح ثانيا المنافسة اللي حافظ على هذا الدوري للمرة الثالثة كنظن هذا يدل على عدة أشياء وثالثا بالنسبة للفرق اللي خسرناها في المقابلة الأولى ضد فريق منيليا وتصلنا نادي مكناسي كديربي وفي النهاية انتصرنا على نهضة بركان وكان لقاء في مستوى الشيخ راح يكون شي كنبغي نشكرو الناس التظاهرة كنظن بأنهم تاحوا لنا الفرصة باش شفنا لاعبين اللي عطاو شي كثير لكرة القدم الوطنية كنشكرهم على هذه البادرة وكنظن بأن هذه البادرة طيبة خاصة بأن المغرب معروف بأنه غينظم كأس العالم 2030 وشفنا بأنهم فرق من البرتغال اليوم المغرب كنشكرهم على هذه التظاهرة الحمد لله طبعا أننا ندوزو في النسخة السابعة كان هذه واجب علم على جميع فرق المغرب الرياضية للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.